جبل إيفرست هو أعلى بقعة على وجه الأرض، وفي نفس الوقت هو أعلى مقبرة جماعية مخيفة في العالم. منذ سنين يعتبر تسلق هذا الجبل والوصول لقمته هوس ينتاب ملايين الناس، لكن متعة التسلق تأتي مع خطر كبير جدا. فعلى مر السنين توفي الكثير ممن تجرؤوا على الوصول لقمته، بل ولا تزال جثث هؤلاء المتسلقين موجودة على الجبل ومتجمدة هناك، متجمدة ومحنطة هناك منذ عشرات السنين، وكأنهم متجمدين في الزمن. في هذا الفيديو سأخبركم بقصة جبل إيفرست وقصص بعض من ماتوا وهم يحاولون تسلقه، بل وجثثهم ما زالت محنطة هناك يمر عليها المتسلقون ويلتقطون لها صور. فقط للتنويه، بعض المعلومات في هذا الفيديو قد لا تكون ملائمة للجميع، وأيضا الكثير من الصور بسبب سياسة اليوتيوب لن أستطيع أن أعرضها عليكم في الفيديو، ولذلك كما العادة سأعرض لكم كل الصور في رابط أسفل الفيديو في الوصف. ولو كنت أول مرة تتابعني، يا أهلا، أنا يوسف صانع محتوى من المغرب، هذه قناتي أنشر فيها فيديوهات متنوعة. لو كنت تحب هذا النوع من المحتوى ضع لايك كنوع من التشجيع واشترك في القناة. ويلا نبدأ قصة رعب إيفرست. جبل إيفرست يقع في جبال الهيمالايا بين الحدود بين نيبال ومنطقة التبت. كان وما يزال الجبل يحمل معنى روحي وأسطوري للشعوب التي تعيش بقربه. في التبت يسمى الجبل بتشومولونغما، أي الإلهة أم العالم، ويعتبر الجبل مقدس في البوذية التبتية، ويرمز إلى إله قوي يراقب المنطقة. في الأساطير الهندوسية تعتبر جبال الهيمالايا التي يقع فيها جبل إيفرست موطن الآلهة، حيث ترتبط سلسلة الجبال بالرب شيفا، وهو أحد الآلهة الرئيسيين في الديانة الهندوسية. هذا الغموض والهيبة لسلسلة جبال الهيمالايا مع إيفرست كجوهرة تاجها كونت مشاعر الرهبة والاحترام والعبادة لقرون من الزمن. تم اكتشاف جبل إيفرست لأول مرة من قبل العالم الغربي أثناء المسح المثلث العظيم لرسم خريطة لشبه القارة الهندية، بالضبط في عام 1852 أجرى عالم رياضيات هندي يدعى رادهاناث سيكدار حسابات ومعادلات رياضية خلصت إلى أن هذا الجبل هو الأعلى في العالم، وتم الاعتراف رسميا بهذه النتيجة سنة 1856 ليطلق عليه أندرو واغ وهو المساح العام البريطاني للهند اسم إيفرست في عام 1865، وذلك كتكريم لسلفه السير جورج إيفرست. أولى محاولات تسلق إيفرست كانت في أوائل القرن العشرين من قبل الإمبراطورية البريطانية. كان الطريق الشمالي من التبت هو الطريق الأساسي، كون نيبال في ذلك الوقت كانت مغلقة أمام الزوار الأجانب. في عام 1924 قام المتسلقان البريطانيان جورج مالوري وأندرو ساندي إيفرين بمحاولة الوصول للقمة، لكن على بعد مئات الأمتار فقط من القمة توفي الرجلين، غير أنه إلى حدود الساعة ما يزال سؤال هل وصل للقمة أولا قبل وفاتهما هو أحد أعظم الألغاز في تاريخ تسلق الجبال. تم اكتشاف جثة مالوري عام 1999، لكن جثة إيفرين والكاميرا التي كانت بحوزتهما والتي قد تحتوي على الصور كدليل لم يتم العثور عليها أبدا إلى اليوم. لم يتم الوصول لقمة جبل إيفرست رسميا إلا في 29 ماي 1953، حيث أصبح السير إدموند هيلاري من نيوزيلندا وتينزينغ نورغاي من عرقية شيربا من النيبال أول شخصين يبلغان القمة بسلام. وصلت أخبار نجاحهما إلى العالم في نفس يوم تتويج الملكة البريطانية إليزابيث، مما جعلها لحظة احتفال مزدوجة للإمبراطورية البريطانية، تتويج بالتاج وتتويج ببلوغ قمة إيفرست. تم الترحيب بكل من هيلاري وتينزينغ باعتبارهما بطلين، وكان هذا الحدث إنجاز دخل به التاريخ من أوسع أبوابه، غير أن الحدث أشعل العصر الذهبي لتسلق جبال الهيمالايا وألهم الآلاف حول العالم نحو هذا الطموح. خلال الخمسينيات والستينيات تم تسلق العديد من أعلى قمم العالم، بما في ذلك قمم جبال الهيمالايا العملاقة الأخرى مثل كي 2 وقمة كانشينجونغا لأول مرة، غير أن الوصول لقمة جبل إيفرست هي تلك الجائزة الكبرى التي يطمح لها الجميع. مع التطور التكنولوجي ومعدات تسلق الجبال أصبحت قمة إيفرست فرصة متاحة لكل من له قلب قاسي ولا يهاب الموت. في الثمانينيات والتسعينيات بدأت الرحلات التجارية في الظهور، الأمر الذي فتح الباب للكثير من المتسلقين الغير محترفين بالظهور، غير أن الحادثة التي غيرت كل شيء هي التي حدثت في عام 1996 بعدما توفي 8 متسلقين في يوم واحد. تم توثيق الكارثة المأساوية في العديد من الكتب مثل كتاب Into Thin Air، والذي قدم تفاصيل عميقة للأحداث، كون الكاتب جون كراكوير هو عضو في إحدى البعثات الاستكشافية. ضف عليها فيلم Into the Thin Air Death on Everest، سأترك لكم ملخص ومراجعة هذا الفيلم الرائع في رابط أسفل الفيديو في الوصف.
ما يجعل مغامرة تسلق جبل إيفرست مسألة حياة أو موت هي الظروف الطبيعية المميتة هناك. فالهواء رقيق جدا على تلك الارتفاعات الخرافية، والجهد البدني المطلوب يكون مضاعف، وبمجرد وصول المتسلقين إلى نقطة تسمى نقطة الموت وهي 8000 متر فوق سطح البحر تبدأ المعاناة الحقيقية المرعبة. بجانب البرد القارس الذي من الممكن أن يسبب لك قضمة صقيع تنتهي ببطر أطرافك، مستويات الأكسجين تكون منخفضة جدا لدرجة أن الجسم يبدأ في الانهيار. فكلما قل الأكسجين في الجسم أكثر الأعضاء معاناة هو الدماغ، والأكسجين بالنسبة للدماغ في فترة زمنية قصيرة قد يكون هو الفارق بين الحياة والموت أو الشلل. وحين تجتمع تلك الظروف في وقت واحد، خطأ بسيط كأخذ غفوة قصيرة يعني الموت المحتم. لكن إذا ما قدر الله وقررت في يوم من الأيام تسلق جبل إيفرست، ستصدم، لأنه في أي لحظة قد تعثر بالصدفة على جثة مجمدة ومحنطة ما زالت في مكانها منذ سنوات. وإذا لم تحصل على شرف الوصول للقمة، على الأقل سيكون لك شرف العثور على جثة شخص اختفى منذ سنوات. حين يموت متسلق على جبل إيفرست، في الغالب تكون محاولة استعادة جثته مستحيلة بسبب التضاريس الخطيرة والظروف القاسية، والكثير من الجثث توجد في مناطق نائية يصعب الوصول إليها، وبالتالي محاولة استعادة الجثة تتطلب جهد بدني خارق ومحفوف بعدة مخاطر قد تؤدي بدورها لموت المنقذين الذين هم بدورهم سيحتاجون لمن يستعيد رفاتهم. ولهذه الأسباب تترك العديد من الجثث حيث سقطت، ومع مرور الزمن تتحول تلك الجثث إلى معالم ونصب تذكارية وجزء من الجبل، مثل قصة الأحذية الخضراء أو الجميلة النائمة. واحدة من أشهر الجثث على قمة جبل إيفرست هي جثة تلقب بالأحذية الخضراء. هذه الجثة المحنطة في ملابسها هي لمتسلق هندي يدعى توانغ بالغور. كان بالغور جزء من شرطة الحدود الهندية التيبيتية، وحاول الوصول لقمة إيفرست في 10 ماي 1996. في ذلك اليوم ضربت عاصفة ثلجية شديدة، وعليه لم يتمكن بالغور مع 2 من زملائه من العودة أبدا. تم العثور على جثة بالغور في كهف صغير على ارتفاع حوالي 8500 متر. يعتقد أنه استسلم للبرد الشديد والإرهاق داخل هذا الكهف. عثر على جثته في وضع الجلوس وذراعيه ملفوفتين حول ركبتيه، وكأنه يحاول الحفاظ على حرارة جسمه. كانت الأحذية الخضراء الزاهية التي كان يرتديها إلى جانب بدلة التسلق الحمراء سبباً في التعرف على جسده بسهولة. أطلق عليه اسم الأحذية الخضراء، وبمرور الوقت أصبح هذا الموقع يعرف باسم كهف الأحذية الخضراء. لسنوات كانت جثة بالغور علامة معروفة على الطريق الشمالي الشرقي. كان غالبية المتسلقين يستريحون بالقرب من الكهف قبل إكمال المسير نحو القمة، ولمدة 28 سنة كانت جثة توانغ بمثابة علامة سوداء ومخيفة على الطريق الشمالي للقمة، فقد كان كل متسلق يصعد من هذا الطريق يمر بجثة بالغور الذي بقي متجمدا في الزمن. الغريب أن مكان ووضع الرفات كان قريب جدا من الممر، لدرجة أن المتسلقين كانوا يضطرون لتجاوزه لكي يكملوا المسير، فقد كان على بعد سنتيمترات فقط من طريقهم. في سنة 2014 ظهرت تقارير تفيد بأن جثة صاحب الحذاء الأخضر قد اختفت من مكانها. لا أحد يعلم هل الجثة أزيلت عمدا، لربما من بعثة تسعى إلى دفن بالغور بشكل لائق، أو لربما إلى حرق بقاياه، أو ما إذا كانت قد دفنت تحت الثلج وحجبت عن الأنظار. اقترح بعض المتسلقين أن الجثة لربما تم تغطيتها احتراما له، لمنعها من أن تصبح فرصة لكل من هب ودب أن يلتقط لها الصور وينشرها في الإنترنت. لكن يعتقد بشكل كبير أنها لا تزال على الجبل، لكن مخفية في مكان ما. الشخص الثاني، جورج مالوري. قد يكون جورج مالوري هو الشخص الأكثر شهرة الذي توفي على جبل إيفرست، بل حتى أن طريقة العثور على جثته كانت هي الأغرب. كان مالوري يبلغ من العمر 37 سنة. في الرابع من يونيو 1924 غادر مع شريكه في التسلق أندرو إيرفين معسكر القاعدة. وفقا للحمالين الذين بقوا في المخيم، كان مالوري واثق من أنه سيصل لقمة الجبل وسيعود للمخيم قبل حلول الليل، لكن للأسف اختفى المتسلقان في ذلك اليوم. تم رصدهما آخر مرة من قبل أعضاء البعثة في 8 يونيو 1924 مع زميله أندرو إيرفين بالقرب من القمة، لكن منذ تلك اللحظة لم يعودا أبدا، ليتحول اختفاءهما لأحد أعظم الألغاز في تاريخ تسلق الجبال. بقيت جثتهما مختفية لأكثر من 70 سنة. في عام 1999 وصل فريق من المتسلقين العاملين في بعثة مالوري وإيفرين التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية BBC لجبل إيفرست بهدف واحد، وهو العثور على جثة مالوري
وإيفرين. لكن على الرغم من مرور أكثر من 75 سنة على اختفائهما، كانت نسبة العثور على جثتيهما عالية جدا، حيث تحافظ البرودة الشديدة وأيضا التربة الصقيعية على أجساد من يموتون في الجبل، حيث تتحول جثثهم لمومياوات محنطة بسبب البرد، ودرجة التحنيط تكون عالية جدا لدرجة أن الجثة تحتفظ بملامح الوجه أحيانا. في اليوم الأول من ماي 1999 وعلى ارتفاع 8155 متر، لاحظ كونراد أحد أعضاء فريق البحث في بي بي سي صخرة كبيرة مسطحة وناصعة البياض على المنحدرات الشمالية للجبل. لكن عندما اقترب أكثر من ذلك الشيء أدرك أنه في الحقيقة لم يكن ينظر إلى صخرة، بل ينظر إلى ظهر جثة جورج مالوري العاري. تحللت معظم ملابس مالوري بسبب مرور الوقت والبيئة. الصادم أن جثته كانت محفوظة بشكل غريب جدا بسبب البرد. تم العثور بجانب جثة مالوري على العديد من الأغراض الشخصية كمنديل مزخرف ومقياس الارتفاع الخاص به، ولكن لم يتم العثور أبدا على الكاميرا، والتي يعتقد أنها كانت مع صديقه إيرفين الذي ما زالت جثته مختفية إلى اليوم. لا تزال قصة هذا الثنائي يملأها الغموض. بالمناسبة الصور قاسية وغير ملائمة للجميع، لذلك لن أعرضها في الفيديو، وضعتها لكم في مقالة أسفل الفيديو في الوصف. لم يتم العثور على جثة إيفرين أبدا، لكن تم العثور على فأس التسلق الخاص به على ارتفاع 200 قدم تقريبا فوق جثة مالوري. ومن خلال تحليل المكان وموقع جثة مالوري وفأس إيفرين، خلص العلماء إلى أن الصديقين كانا مرتبطين بحبل، فإما أن مالوري سقط وسحب معه إيفرين، أو قطع حبله قبل السقوط، وهذا التحليل بناء على الحبل الذي وجدوه على خصره وموقع فأس إيفرين. لا تزال قصة الثنائي يملأها الغموض، فمع عدم العثور على الكاميرا التي كانت بحوزتهما، لا أحد يعلم ما إذا كان مالوري وإيرفين قد وصلا فعلا إلى القمة قبل وفاتهما أم لا. لكن تحليلات الخبراء تدل على أن موقع جثة مالوري يشير إلى أنه كان ينزل الجبل بدلا من تسلقه، حتى أن خبراء شركة كوداك صرحوا أنه إذا تم العثور على الكاميرا فهناك احتمالية استخراج الصور منها، لكن ما زال لغز الكاميرا المفقودة موجود إلى اليوم. لو في يوم من الأيام واحد منكم قرر أن يصعد إلى قمة جبل إيفرست، وفي الطريق نحو القمة ستصطدم بجثة مغطاة بعلم أمريكي، هذه الجثة تعود للمتسلقة الأمريكية فرانسيس، والتي اشتهرت بلقب الجميلة النائمة. قصة فرانسيس أرسينتييف هي واحدة من أكثر القصص المأساوية في تاريخ جبل إيفرست. حاولت فرانسيس مع زوجها سيرجي تسلق إيفرست عام 1998 دون استخدام الأكسجين الإضافي، وهو إنجاز لم يتمكن من تحقيقه سوى عدد قليل من المتسلقين عبر التاريخ، الأمر الذي سيجعلها تصبح أول امرأة أمريكية تصل إلى قمة جبل إيفرست بدون أكسجين إضافي. وفعلا تسلقا الجبل ووصلا للقمة في 22 ماي 1998، لكن بعد وصولهما للقمة بدأ النهار بالتلاشي، غير أن محاولة نزولهما كانت كارثية. أثناء نزولهما من القمة انفصلت فرانسيس عن زوجها سيرجي بسبب تأخره تأثرا بالإرهاق ونقص الأكسجين. من جانب آخر نفذ الأكسجين من فرانسيس في النهاية، تقطعت بها السبل وهجم عليها الإرهاق والبرد، وعليه لم تتمكن من مواصلة المسير. من جانب آخر أدرك سيرجي أن زوجته لم تكن معه، فقرر العودة إلى الجبل للبحث عنها، لكن هذا القرار كلفه حياته في النهاية وتوفي هناك. في اليوم التالي 23 ماي 1998 عثر متسلقان وهما البريطاني إيان وودال والجنوب إفريقية كاثي أوداود بفرانسيس. عثر عليها في نقطة في جبل إيفرست تلقب بالخطوة الأولى على ارتفاع 8600 متر فوق سطح البحر. كانت فرانسيس لا تزال على قيد الحياة لكن بالكاد واعية، كانت في حالة ضعف شديدة. لم تكن فرانسيس قادرة على الحراك وبالكاد كانت تستطيع التحدث. كانت تعاني من قضمة الصقيع ودرجات الحرارة المنخفضة ونقص شديد في الأكسجين. حاولوا مساعدتها، لكن في تلك الظروف القاسية وبدون أي طرق وأدوات للمساعدة كان مصيرها قد قرر بالفعل. لم يكن لديهم خيار سوى تركها تموت، وقبل المغادرة لفوها بملابس إضافية ووعدوها بإرسال المساعدة، رغم أنهما كان يعلمان بأن أي محاولة إنقاذ ستكون بعد فوات الأوان، فقد كان واضحا أن أجلها يقترب. أما زوجها سيرجي فقد عثر على جثته لاحقا، الأمر الذي يدل على أنه سقط أثناء محاولته النزول. ظلت جثة فرانسيس على جبل إيفرست مستلقية حيث سقطت، وبسبب مظهرها الهادئ وكأنها نائمة ورأسها مائل إلى أحد الجانبين أصبحت تعرف باسم الجميلة النائمة. أصبح جسدها الذي كان يرتدي سترة أرجوانية وبنطلون ثلجي معلم مخيف ومأساوي على الجبل.
في 2007 أي بعد 9 سنوات من وفاتها، عاد إيان وودل البريطاني الذي عثر على فرانسيس قبل وفاتها إلى جبل إيفرست بمهمة أخيرة، فبسبب شعور أنه لم يكمل عمله، وأيضا بسبب صور كثيرة انتشرت على الإنترنت لجثة فرانسيس المرمية على الأرض، قام وودل مع فريق صغير بتحديد مكان فرانسيس ونقلوه بعيدا عن طريق التسلق الرئيسي، وقاموا بتغطيتها بالعلم الأمريكي وتركوا جثتها المحنطة في العراء كقبر مفتوح ومعلم تذكاري على الجبل. لأكون صريح معكم، تكون لدي حماس وشغف أثناء كتابتي لسكريبت هذه الحلقة برغبة في صعود جبل إيفرست. نعم أعلم أنها فكرة مجنونة وهي كذلك، لكن مع كل تلك المخاطر ضف عليها أن كل سنة يموت متسلقون وهم يحاولون الوصول لقمة إيفرست، وصور تلك الجثث المرمية هناك يجعلك تفكر 1000 مرة قبل القدوم على هذه الخطوة. فوفقا لقاعدة بيانات الهيمالايا، توفي 322 متسلق منذ 1922، أي بمعدل 4.4 وفاة سنويا، ويتزايد هذا الرقم ببطء كل سنة. فالسؤال الذي سأطرحه عليك الآن، هل ترى أن الأمر يستحق فعلا؟ في هذا الفيديو عرضت لكم فقط 3 قصص، وتركت لكم 3 قصص أخرى مع كل الصور في مقالة أسفل الفيديو،